كنسكن في من ناحية ديال سطات في العروبية، يعني ماشي من هنا، هادي هي دار عمي. في عمري 29 عام، وانا اصلا اول في اللو من الاول جاني بحال الكريزة، كنت كنطيح. وملي مشيت على الطبيب لقيت عندي الصرع، ملي لقيت عندي الصرع في 2012، ماشي من 2012 بداني هو سميتو، وي 2012 حتى 2014، ملي صافي بقيت كنت كندير الدواء وما يعني كندير الدواء في الاول كان غادي معايا مزيان واحد شويه، وليت كنطيح وخا الدواء وراه ما ذلك الكريز ولا مره كتجيني الكريز ولا كيجيوني. وملي قالت الطبيبه قالت لي خصك ديري لي واحد السكانير باش نشوف، وملي درت داك السكانير مشيت ملي شافته قالت لي عندك واحد الكيس، قالت لي راه عندك واحد الكيس، كتبت لي ورقه كيس، قالت لي عندك كيس في الراس، قالت لي راه عندك كيس في الراس، كتبت لي ورقه وقالت لي غتمشي عند الطبيب ديال هذا هنا، صيفطتني هنا قالت لي تشوفي اشنو. وملي جيت لهنايا جيت مش الميريز، جيت لواحد الطبيب يعني اختصاصي، قال لي راه عندك، قال لي عندك واحد الكيس في الراس، قال لي دابا خاصك ديري العمليه، قال لي خاصك عمليه. وبالفعل صيفطني صيف كتب لي ورقه هو صيفطني، حيت ما عنديش يعني باش ندير عنده انا عمليه، كتب لي ورقه صيفطني لميريزكو درت العمليه، صيفط كتب لي ورقه مشيت باش ندير العمليه، درتها في 2014 صافي. يعني من داك الوقت بقيت يعني درتها حتى للاواخر، وهاد الاواخر ولا كيعطيني راسي الدواء غير الدواء، دابا مكالمي بدا ملي كنحبس الدواء صافي كيعاود عاوتاني كيجيني كتجيني الكريز ثاني كنطيح. وحتى وملي درت العمليه ومن العمليه لهنا هاد الاواخر ولا راسي كيعطيني الحريق بزاف، كيعطيني الصداع بزاف. وملي مشيت عند الطبيب قالوا لي راه عندك يمكن عندك ورم، عندك مصير يعني ما كاينش، ومشى الطبيب طالبوا لي العمليه غاليه، انا اختي ما خدامهاش، والدي على قد الحال، وانا بقيت بارك دابا مكالمي على الدوات تشوف ايدي، دابا كنقدر ندير حتى شي حاجه. ايوا صافي انا مازال دابا كنطلب من الناس يعني اللي شاف حالتي الله يجازيه بخير الله يخلصهم يعاونوني، واخا غير باللي كان انا مازال صغيره وغندير بزاف الحوايج، تحطم ليا كلشي تحطم ليا، ما بقيت عرفت شنو غندير، قال لي بان تسدو في وجهي راسي كيحرق الحريق بزاف، دابا ما بدا بالدواء الحيد الدواء صافي راه كنبقى نعقل على والو، ولكن الحمد لله كيف ما كان الحال. وصافا كنطلب من الناس الله يجازيهم بخير، اللي بغى يتعاون معايا بشي حاجه الله ان الله لا يضيع اجر المحسنين، هادشي اللي غنقول اختي. لو كان نوضها كنمشيو نجيو نعاود نرجع، ولكن دابا ايدي ما بقيت كندير في هذا، ما بقيت كنت باغا بزاف د الحوايج، ولكن حتى شحال دا كلشي دار لي الحمد لله.